عن الرياضة كتير، لكن الخبر بالمناسبة سبحان الله إن إحنا بنتكلم عن اليومين دول الذكرى الـ15 للاعب من النجوم الكبار المحبوبين جدا 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 على المستوى الكروي، وأنا بقول لحضراتكم تحديدا هنا على الله يرحمه اللاعب محمد عبد الوهاب اللي فقد حياته في الملعب في لحظة كانت صادمة جدا جدا للناس. في نفس اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي من 15 سنة كانت الناس برضو مصدومة في حادثة مأساوية جدا حصلت في نادي اسمه نادي الحوار في المنصورة. النادي ده حصلت وقع فيه بنت صغيرة اسمها رنا الغندور عندها 13 سنة بتلعب جودو، اتوفت خلال التدريبات كانت بتتدرب مع فريقها جوه صالة الألعاب. صدر بيان من النادي، حصل إجراءات علشان يعرفوا إيه الموضوع بالظبط. إحنا معانا أصعب لحظة ممكن الواحد يواجهها، ربنا ما يحكم بيها على حد وربنا يصبر كل اللي بيتعامل معاها، رب يربط على قلبه، لأنه الأستاذ وائل الغندور هو والد البنت، والد رنا موجود معانا، وإحنا عايزين نفهم إيه اللي حصل. في حاجة في الطب وفي حاجة في العلم اسمها موت الرياضي وفيها الموت الفجائي عند الأطفال، لكن نفهم بس إيه اللي حصل بشكل مباشر من الأستاذ وائل، ونعزيه طبعا على افتقاده لبنته لوفاة رنا. أستاذ وائل البقاء لله أولا يا فندم. البقاء والدم لله. إيه اللي حصل بالظبط؟ ما فيش، يا رنا كانت بتتدرب جودو بقالها 6 سنين وبتروح التمرين بصفة مستمرة يعني، فهو التمرين اللي هو آخر تمرين ليها ده كانت مفروض ان هي قاعدة في وسط زمايلها عادي في استراحة، ومفروض ان الكابتن نادى عليها عشان تقوم تلعب ماتش، هي لسه قايمة عادي وقامت وسلمت على اصحابها وحتى بتقول لصاحبتها ادعي لي وكده، فلسه ما مسكتش زميلتها عشان تلتحم معاها وتلعب، راحت وقع من طولها. الكباتن جروا عليها طبعا، وكانت والدتها قاعدة معاهم وانا كنت لسه بقى جاي اخدهم يعني، فكباتن جروا واللي لحقها كانوا فاكرين في الاول ان هي مثلا بلعت لسانها ولا حاجه، لما رجعوا دماغها ورا الكباتن اللي قالوا لي بقى الكلام ده ان لما رجعوا دماغها ورا لقوا لسانها سليم والنفس موجود، الاسعاف دخل، الاسعاف اللي هو المسعف بتاع النادي دخل على طول بسرعه ركب لها، انا دخلت ما فيش 10 دقائق كنت انا جوه، كان المسعف بيعمل اجراءات الانقاذ يعني بيفضل بيعمل على قلبها وحاطط حاجه في بقها ويدخل هواء، بس النبض الجهاز اللي كان مركبه في صباعها ما فيش نبض يعني، لاول يعني هي اول ما وقعت توقف مفاجئ للقلب بالظبط كده، وما كانتش بتشتكي ووجودها في الجودو ده معناه ان هي كانت بتتعرض لفحوص يعني، او حالتها الحمد لله كويسه بالظبط. هي رنا ما عندهاش اي مشكله صحيه من اي نوع، رنا طفله سليمه من كل الجوانب، ما عندهاش اي مشكله وبتتدرب بقالها 6 سنين يعني، هي ما عندهاش مثلا حاجه هنقول مثلا ظهرت بعد التدريب او كده، ما عندهاش حتى اجهاد يعني، هي كانت قايمه من استراحه وما فيش اجهاد وما فيش مش بطوله، ده هي حاجه عاديه خالص، تدريب بتعمله كل يوم تقريبا، بس هو قضاء الله يعني. قضاء الله. صحيح. بص يا استاذ وائل والله انا مش بقول الكلام ده من يعني من باب البس ان انا اصبرك او اسندك، ربنا فعلا بيبقى له حكمه احنا مش شايفينها رغم انها ممكن تبقى مؤلمه لينا في اللحظات دي. اكيد هي انا بس هي الحكمه اللي انا طبعا هو اللي حصل الوفاه وجرينا بيها على المستشفى والاسعاف جه ونقلناها وكل ده حصل طبعا، في بقى ايه الواحد خد شواهد وخد عظه عشان ما يحصلش ده لابنائنا تاني يعني، اي حاجه صح. ما تحصلش لابنائنا تاني. الشواهد بتقول ان مثلا اولا انا بس عايز اكد قضاء الله هو اللي نفذ، قضاء الله رنا ماتت بقضاء الله، مفيش اي جهه اهمال يعني، مفيش اي اهمال من اي شخص او من اي حد. أيه. مفيش حد ايدي يعني، مفيش حد كان في ايده حاجه يعملها وما عملهاش بمنتهى الامانه يعني، لان ده دي حاجه شهاده قدام ربنا هتحاسب عليه. أيه. تاني حاجه الاسعاف اللي جالنا اللي هو الاسعاف اللي كان المفروض يجي لنا من المستشفى مفيش اصلا في جهاز الصدمه الكهربائيه، بقول للمسعف وانا راكب معاه بقول له طب هي مفيش عندها نبض، طب ادي لها اسعفها. قال لي انا مش مؤهل ان انا اعمل كده، انا مش دكتور عشان اعمل كده. دي حاجات لازم الناس تاخد بالها منها وتصحح. انت كمسعف جاي تنقل لي بنتي، طب ما انا اخد اي وسيله مواصلات واديها، انت المفروض تنقذها، ده انت اسعاف. ف
فطبعا الاسعاف دوره كان يعني محوري هنا، وطبعا فقدناها وخلاص. فانا بطالب بس ان ما يحصلش كده لاي عيل من عيالنا او عيالكم. صح صح، حافظوا على اولادنا واولادكم. النوادي وكل الانشطه الرياضيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه لازم تهتم بالاطفال بتوعنا، لازم تبقى هي الجهه المسؤوله. ومش غاليه الاجهزه دي على فكره، لما بيبقى في جهاز زي ده ولا موجود وفي حد متدرب عليه، دي مش حاجه محتاجه فلوس يعني. الحمد لله النادي الحوار الحمد لله وفضل الله وفروا النهارده. انا عرفت كده من الاستاذ هاب ان هو وفروا النهارده، فضل من ربنا علينا ان هو الراجل ده مهتم جدا، وفعلا الراجل ده باي كلمه اللي حضرتك بيتحرك. اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ وائل يعني درس فعلا وعظه، زي ما انت بتقول درس وعظه لينا كلنا. مره تانية البقاء لله يا فندم، مره تانية البقاء لله.